في عموم الكرة الأرضية شرق وغرب وعرض وطول، عموم الكرة الأرضية شرق وغرب وعرض وطول. بنزرع محاصيل زراعية قطن وقمح ورز وفول، منها محاصيل حقلية ومنها محاصيل بساتين، وعشان كده عاملين فزورة ركز فيها لما نقول، وما تركز انت وهي راح تعرف اسم المحصول، اسم المحصول. محصولنا محصول فاكهة لكن لذيذ وفي طعمه خطير، لما نحب ناكله طازج ولا نعمل منه عصير ولا شربات في الإزايز، منها نصنع بالأناطير، شهرته في إسماعيلية وعلى الفواكه هناك أمير، يا على شكله وجمال شجره يسعد قلبنا حجمه الكبير، ولأنه محصول مهم واجب علينا نهتم بيه، وعشانه نحصل على إنتاج من الآفات لازم نحميه، ومن ذبابة ثمار الفاكهة لازم نخلي عينينا عليه، لأن الحشرات دي خطيرة لو أهملنا هتقضي عليه. ترسل الإجابات على الرسائل الخاص بقناة مصر الزراعية على الفيسبوك. الجوائز مقدمة من الهيئة العامة لقصور الثقافة، 10 كتب من إصدارات الهيئة.